الاصطناعي، وهي مواضيع في صميم الاهتمامات الحكومية لأسباب متعددة، لأنها أولا سوف تخلق مناصب شغل جديدة وسوف تدمر مناصب شغل قائمة على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة لبلادنا وعلى المدى القريب في بلدان أكثر تقدما في هذا المجال. السؤال ديالكم كان كيتكلم على القطاع الخاص اللي عندنا فيه تقريبا 1300 ديال المؤسسات ديال التكوين المهني، اللي عندنا فيه تقريبا 127 ديال الشعاب اللي عودنا النظر فيها. غير هذا العام درنا 53 برنامج جديد ديال التكوين باش نحاولوا نلائموا مع الواقع. بالنسبه لنا المشروع الهيكلي اللي درناه في الوزاره وفي الحكومه في هذا المجال هو واحد المرصد جديد، راه غادي نعطيو له الاطلاق ان شاء الله في القريب العاجل، يعني قضيه اسابيع فقط، يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي. اللي شدينا هذا المرصد ديال الشغل اللي كيعطينا التدقيق ديال المهن، شدينا درنا فيه جميع المهن اللي معطينا اللي كاينه عندنا اليوم في التكوين المهني، في الجامعه، في التعاون الوطني، وفي القطاع الخاص من خلال لانابيك. دونك خدينا واحد 5 ولا 6 ديال لي ريفيرونسييل وكبيناهم في هذا المرصد هذا. والعمل دابا اللي قمنا به درنا فيه 5 ديال لي كوتش ديجيتو، يعني 5 ديال المواكبين الرقميين باش كيعاونوا الطالبي الشغل باش يلقى واحد العمل بواحد الدقه لا متناهيه ما كاينه في حتى شي بلاصه اخرى. واول مشروع من يعني من اول مشاريع عالميه في 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 هذا المجال اللي استغرق التطوير ديالو تقريبا 2 سنين، وان شاء الله ملي تبدا النتائج ديالو غادي نقدروا نعطيكم كذلك بعض المخرجات ديالو اللي تقدر تكون مفيده بالنسبه لتطور المهن في المغرب.